خاي حنا ساكنين في اقامه الزهره في بوشوك. نهار اللي شرينا في اقامه قالوا لنا ان كاينه مدرسه ديال عمومي، حنا سكن اقتصادي يعني ماشي في استطاعتنا ان مدرستنا تولي خصوصي. عندنا 3 سنين ان المدرسه مصلوحه وكيتماطلوا علينا الناس كيقولوا لنا انها راه تولي خصوصي، وحنايا ما يمكنش مدرستنا تولي خصوصي لاننا حنا انا بعد على تجربتي الخاصه انا ولادي كيقراو في بريفي. العام اللي فات ما استطعتش نخلصهم، لحد الان ما خديتش انتقال. واش انا دابا نتلونصا في مدرسه اخرى وما عنديش باش نخلص؟ انا كنطالب ان وليداتي يقراو في العمومي ومدرسه قدامنا. واش مدرسه عموميه تحولت خاصه؟ بغاو يحولوها لنا الخاصه، بغاو يحولوها الخاصه. ملي كنمشيو كنسولو كيقولوا لنا ان كاين ديك التنميه الذاتيه انها هي اللي تاخذها، وحنا ما يمكنش لينا مدرستنا عموميه ولادنا صغار وما فيش بامكاننا نخلصوا العمومي ابدا. 700 طفل قالوا دابا حنا ولادنا باقي ما خداوش ديجا انتقال، وكيفاش حنايا نمشيو اسيدي العمومي؟ كنتمشيو العمومي المدارس اللي جنبنا تيقولوا لنا انهم اقتضاد وبعادين علينا، الطريق بعيده علينا، وكيف يعقل ان مدرسه قدام باب دارنا؟ ودابا فين ساده ولا شو؟ هي دابا في البروجي نهار الاولاني. سمعوا، قرار باش خاصها تحل، ما حلوهاش لينا. هنا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، لان كيقول لك غتمشي للخصوصي. واش حنايا ما نقدرش نخلصوا؟ حنا ما خدامينش من 2018، دفعنا ما خدامينش، حنا ما كنخدمش. من 2018 حنا كندفعوا لهم العريضه للعماله، ومشينا مشينا للجماعه وعطونا هذا القرار بانهم سلموها النيابه، النيابه هي اللي غتدير لنا الحل، وما كاين ما توصلنا حتى شي طلب، ما توصلنا حتى شي قرار. دابا حاليا حنايا دابا حنا داك الشيء علاش كنوقفوا هنا، بغينا نعرفوا شنو كاين. حنا احتجاجيه دايرنا باساس بان 700 طفل عندنا، وعندنا المدرسه مبنيه في الاقامه وخصها تكون ديال الزهره، وما بغاوش يسلموها لنا يحلوها لنا. اصلا عندنا 700 طفل ما مسجلش، لان المؤسسه اللي تمشيو عندها تقول لك حنا مبلوكين عامرا. ولاد الاخوات اللي معاك قالوا بلي انا غادي تحول خاصه. لا هذه غير اشاعه تسمعوها. هذه اشاعه ما كاينش، وما يمكنش انها تحول لمدرسه خاصه، لاننا حنايا نهار شرينا في هذه الاقامات هذو شرينا بهذا المرفق هذا ديال المدرسه عموميه، وحنا كننتظروا دابا يعني تقريبا 4 سنين والمدرسه باقا ما تحلاتش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.